مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفة حلقة اليوم السيدة وفاء أبو خزنة. بداية يسعد مساكي. يسعد مساكي. كل يوم. في البداية وحضرتك المشرف العام لمدرسة كراون أكاديمي العالمية تحديدا في عمان، تعرفينا وتعرفي السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. وفاء أبو خزنة المشرف العام لمدارس كراون أكاديمي العالمية. خبرتي تمتد لما يربو 30 عام في مجال الإدارة التربوية والتعليمية. ما هو دورك كمشرفة في مدرسة كراون أكاديمي العالمية؟ دوري الإشراف ومتابعة العملية التربوية التعليمية للقسم الوطني واستقبال التغذية الراجعة من أولياء الأمور والاستفادة منها في خطة التطوير والتحديث السنوية أو الفصلية للعملية التعليمية، كما وأسعى إلى تدليل الصعاب وحل أي مشاكل قد تواجه أبناء الطلبة خلال العام الدراسي. عرفينا أكثر عن مدارس كراون. أولاً أعتز بأنني من مؤسسي هذا الصرح العلمي الكبير الذي تم تأسيسه في مطلع العام 2020. كراون أكاديمي العالمية تضم النظامين التعليمين الدولي والوطني من رياض الأطفال وحتى مرحلة الثاني عشر. شو هي الطريقة اللي بتم اختيار فيها الكادر التعليمي اللي بتتميز في مدارس كراون أكاديمي؟ بالنسبة للكادر التعليمي لكراون أكاديمي العالمية يضم نخبة من المعلمين والمعلمات الذين يتم انتقاءهم وفق أسس ومعايير نحدده لنحقق الجودة التعليمية التي نسعى لها. أنت كمشرفة في القسم الوطني، شو أهم ما بيميز القسم الوطني بمدرسة كراون؟ لعل أهم ما يميز القسم الوطني هو شمولية الخطة التعليمية التي نقررها سنوياً لطلابنا، حيث تتعدى المنهاج المدرسي الذي تقرره وزارة التربية والتعليم ليشمل جوانب أخرى أهمها منهاج اللغة الإنجليزية المتميز. كذلك نركز على تحفيظ القرآن الكريم وغرس القيم والسلوكيات التربوية والدينية لدى الطلاب، وأيضا إثراء العربية الفصحى ببرامج تقوية كالإملاء والخط والتعبير، ولا أنسى أن هناك العديد من الأنشطة المنهجية واللامنهجية التي تصب في بناء شخصية الطالب وتطوير الحس القيادي لديه. هذا بالنسبة ل كما تفضلتي بالسؤال عن القسم الوطني. أما بالنسبة للمرافق فصممت على مستوى عالي بمعايير الجودة والسلامة العامة، وهو ما يحقق بيئة تفاعلية آمنة لطلبتنا الأحباء. ما هي طبيعة الرسوم المدرسية التي تأخذها مدرسة كراون أكاديمي؟ الرسوم المدرسية مناسبة وبمتناول الجميع إذا ما قورنت في الخدمة التي نقدمها لطلابنا من مزايا وتسهيلات. ما هي البرامج التقييمية اللي بتقدمها مدرسة كراون أكاديمي العالمية لتقييم الأطفال أو الطلاب عند التسجيل؟ بالنسبة ينقسم هناك التسجيل إلى قسمين، القسم الأول من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الأساسي الذي نعتبره قسم الدنيا الأساسي، نقوم بعمل مقابلة للطالب وعرض عليه بعض الأسئلة التي نقيس فيها مستوى الطالب. أما بالنسبة من الصف الرابع فما فوق فهناك اختبار يضم المواد الأساسية اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات لقياس مستوى الطالب. ما هي الطريقة التي تتبعها مدرسة كراون تتميز بكادرها بتنمية المواهب والذكاء عند الأطفال والطلاب؟ نقوم بتحديد نوع الذكاء الذي يمتلكه الطالب، ثم نقوم بعملية الإثراء باستخدام بعض الأنشطة الهادفة. حابة تحكي لنا كلمة في الختام؟ ختاماً أدعو الجميع لزيارتنا وأخذ جولة حول هذا الصرح العلمي والاطلاع على كافة المزايا والخدمات التي نقدمها، ويسعدنا استقبال أي استفسار عبر هواتفنا ووسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة لمدارس كراون أكاديمي العالمية.
فبنهاية هذا اللقاء نود أن نشكر السيدة وفاء أبو خزنة على حسن استضافتها لنا، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. شكرا إليك ونودي شاشتنا. كل الشكر والتقدير لحضرتك. شكرا لك.